دي هذه هي مقاليد كل شيء، مش حاجة بتحصل من غير إذن. إحنا بنقول كده في القرآن بتاعنا، مش حاجة بتحصل من غير إذن ربنا إطلاقا. إنما حكاية الجينات تصور العلماء التصور الساذج بتاع زمان، إن تعمل الجينات بالتايب رايتر تديك النتيجة اللي أنت عاوزها، أبدا ما تديكش. ممكن الجين يدي عكس اللي أنت بتضربه، تضرب ألف يطلع إيه؟ لأن فيه ورا الكيمياء اللي بنشوفها، ورا الجزيئات، فيه إرادة ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم. المراعي تقدم مسابقة لحظات ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. الطعام موجود حولك في كل مكان، في ثقافاتك وعاداتك، في بيتك وعند جيرانك، فاذهب واكتشفه بإبداع، واجعل من ذوقك نكهة نتلذذ نحن بتذوقها. أرسلوا لنا أفضل ما تلتقطوه من صور عن مأكولات ونكهات بلداننا العربية، واربحوا جوائز لحظات ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. الجائزة الكبرى رحلة فوتوغرافية إلى اليابان، بالإضافة إلى معدات تصوير بقيمة $7,500 مقدمة من نيكون. اشتركوا الآن، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.natgeotv.ae/moment16. شركة المراعي تدعم المواهب العربية.